هنتعلم النهاردة مع بعض أسهل طريقة مجانية باستخدام الموبايل للكتابة على الفيديو بشكل احترافي زي أفضل القنوات الكبيرة اللي معاها فلوس. لأ، ده احنا هنعمل الموضوع من غير ما ندفع ولا مليم. أول حاجة هنيجي على كاب كات. كاب كات ده تطبيق الغلابة، افضل تطبيق مونتاج ممكن تستخدمه. بعد كده هتيجي على كلمة التعديل وتعمل مشروع جديد. المشروع ده اي مشروع عندك عادي خالص، اي مشروع عندك، واعمل اضافة. المشروع ده هيبدأ يتفتح بالشكل ده. انا مش عايز اشرح حاجة ولا تعمل زوم ان ولا تعمل زوم اوت ولا تيجي في الحجم، لأ انا النهاردة بشرح لحضرتك ازاي تكتب على الفيديو. يبقى حاجة على كلمة النص، من النص هعمل شرح تلقائي. انت جربتها 100,000 مرة ما نفعتش. عارف ما نفعتش ليه؟ لان حضرتك كنت بتختار اللغة دي هي اللغة العربية، وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل هنا بعد لما تختار العربية تعمل انشاء، وكأن حضرتك هنا كاب كات هيوافق ويبدأ ينشأ لك بالفعل، ولكن بتتفاجئ ان مفيش اي حاجة بتتعمل. بص، مفيش حاجة هتتعمل. ثواني، خليك معايا، جاري انشاء الشروحات، وبعد كده بم، مفيش اي شروحات بتحصل، مع ان حضرتك عملت الصح، اخترت اللغة العربية عادي جدا، ولكن النتيجة ما كانتش افضل حاجة. ليه؟ تم التعرف على 3 مقاطع فقط. ليه؟ هقول لحضرتك ليه، وتابع بقى معايا علشان تفهم. احنا هنا ضغطنا على دي علشان نرجع تاني. حضرتك لما تيجي تعمل هنا وتختار كلمة النص الموجود عندك وتختار الشرح التلقائي، هنا بتختار اللغة دي تلقائية. ازاي متوحدة فكرة؟ انا لغة عربية. اسمع من اختار كلمة تلقائية. بعد كده ابدأ تختار قالب من القوالب المجانية مش المدفوعة، ولنفترض ان احنا هنختار القالب ده، ماشي؟ وطبعا اللي برو ده مدفوع، اللي مش برو مجاني. وعايز اقولك المجاني في كاب كات مدفوع في تطبيقات اخرى، اللي ببلاش في كاب كات في تطبيقات اخرى بفلوس كتيرة جدا. فكاب كات ده يعتبر افضل تطبيق ممكن تحتاجه وممكن تستخدمه في العالم. انا معرفش ايه اللي حصل، شكل النت قطع، النور قطع، وانا عامل السبلايزر، معرفش ايه اللي حصل، بس هنكمل، ماشي. بعد كده بتعمل ايه؟ انشاء. بعد الانشاء بيبدأ عاملك جاري انشاء الشروحات. 60%, 70%, 90% لغاية لما يكمل 100%، وبيبقى خلص خلاص عند حضرتك وتم. خدوا بالكم السبرايزر ده مش هيقعد اكتر من 10 دقايق، فيلا ننجز بقى بسرعة، ماشي. جاري انشاء الشروحات. بص بقى، هنا هيعمل لك الشروحات باللغة العربية. بعد لما حضرتك عملت اللغة تلقائية ما عملتهاش عربية، الثغرة في الحتة دي، الجلتشاية في الحتة دي، المضمون في الحتة دي، عمل لحضرتك خلاص. انت بقى تقدر تعدل على كل حاجة. بص اهو، بص بقى معايا، شوف كده اهو، اضغط هنا، ماشي اهو، اضغط، بص، الله، ايوه. تعالى بقى على النص كده، هات النص، ثواني النص يا عم، ثواني، ادخل تاني النص، ماشي، تعالى كده على النص اهو. بص بقى هنا بقى حضرتك تقدر تضغط نقرتين علشان تبدأ، لاما تغير الخط لاما تلعب في الشكل. ده يغير لك الخط، ده يكبر لك شوية. بص، كبر لك شوية، بيقول لك الاقتراح ان يكون كده. بص بقى، اسمع، ليها علاقة بنجاحك على اليوتيوب. بص، ايوة صح، انا عايزه بالنمط ده مثلا اهو، ماشي. طيب افرض انا عايز اغير القالب، هضغط هنا واضغط هنا كمان مرتين عليها، واجي على القوالب واروح على القوالب. هل التطبيق على الشرح كامل ولا على جزء واحد بس؟ لو على الشرح كامل يبقى اختار على الشرح كامل، وابدا اختار ايه، حاجه تانية زي مثلا ده، ماشي اهو، وابدا اعمل صح، ماشي. طيب افرض انا عايز اغير اللون اللي هو لون الخط، هضغط هنا
واجي معايا كده، بص خليك معايا كده، واجي على ده خطوط، ده الانماط، واروح جاي على اللون وعامل اللون كده لون اصفر واكبر شويه، اوكي، واعمل علامه الصح مثلا اهو. بص كده كبر شويه وبدا ايه يكون الكتاب افضل. بص ايه الحلاوه والدلع ده، ايه بجد الحلاوه والدلع ده، مجانا ببلاش. طيب هل حضرتك تقدر في كاب كات تستخدم خطوط تانية؟ ايوه، انت ممكن تنزل خطوط من الانترنت وتقدر تستخدمها عادي عن طريق اضغط هنا ضغطتين وبعد كده هات الخطوط، وبعد كده من خلال انك تعمل علامة تجارية وتدخل بالجيميل بتاعك تبدأ تحط الخطوط اللي انت عايزها. طبعا انا عندي على الموبايل الاساسي كاب كات برو، دفعه مش تاخده من اي برنامج مهكر او مكرك يا جماعة. انا لا انكر اطلاقا ان اي برنامج مهكر او مكرك هو قادر يخترق قناتك ويدمر قناتك ويدمر لك شغلك ويقفلك شغلك ويقفلك فلوسك، علشان كده ابعد عنها حتى لو كان التطبيق ده طريقة شرب النسكافيه من غير فلوس، وقفها ما تعملش كده خالص. يبقى حضرتك هنا عندك القوالب وعندك الخطوط، اي حاجة عايز تعملها من المؤثرات، من حاجات المؤثرات والفرقعة والحاجات دي بتخليها تروح عندك بعض المزايا في الكتابة، فانت تختار الانماط الجاهزة. يعني مثلا خلينا نيجي دي، ماشي، خلينا مثلا في اي حاجة مش برو، ده كله برو خد بالك، خلينا في الانماط دي. بص راح عند حضرتك ايه القالب الاولاني، فعايز حضرتك تركز على القوالب والخطوط فقط اللي هتبقى تساعدك انك تعمل ايه، تعمل كتابة على الفيديو بشكل احترافي مجانا من غير اي فلوس من غير اي حاجة. خد بالك الحاجات دي بتتحدث، القوالب دي بتتغير كل فترة، كاب كات بيبدأ يغيرها لك. ولو حضرتك عندك كمبيوتر بقى، فالكاب كات فيه مجموعة من الخطوط اللي ممكن تستخدمها، وكمان ممكن حضرتك تعمل كل اللي انت عايزه داخل الكاب كات. بص انا عندي هنا برو، بص انا عندي برو، ماشي، ادخل هنا على الكاب كات بتاع حضرتك بقى، ماشي، وتعالى هنا على خطوط، سواء اصغره لك على الموبايل، لان انا بستخدم 3 شاشات، فايه مش عايز 3 شاشات، عايز شاشه واحده عشان كل حاجه تظهر قدامك، ماشي اهو كاب كات. هنا عندك في الكاب كات بقى لما تيجي تحطه هنا وتختار الاوتو كابشن، ماشي، بيبدا يجيب لك لغه، ده لو برو لغتين، هنيجي مثلا نختار اي ايه اي حاجه من هنا، ماشي، ونبدا نحطها، احنا عايزين نصغرها علشان مش تاخد ايه وقت، ماشي، ده على الكمبيوتر. ونيجي هنا على الايه، على التكست، ونيجي على الاوتو كابشن ونعمل جريت عشان خاطر يخلقها. ثواني، انا مش حلو في الانجليزي قوي، انا اسف، انا بعتذر، هو المفروض تكون حلو في الانجليزي، اي منشئ محتوى لازم يحاول يقوي نفسه في الانجليزي، هنحاول. بيجي هنا في التم اللي هي القوالب، بص بقى بيجيب لك قوالب اكتر مجانيه، مش برو، يعني قوالب اكتر مجانيه على الكمبيوتر، فانت لو عندك كمبيوتر فرصتك على الكمبيوتر افضل، هتعمل ده كده تخليه 19 الى 6 وتبدا تكبر صورتك، او تعمل اوتو ريفريم. بص اوتو ريفريم دي، تعمل اوتو ريفريم كده، اوتو ريفريم، ماشي، وتخلي اوتو ريفريم دي، ماشي، 19 الى 6 وتبدا توافق، وتيجي هنا على الكابتشن بتاعت اللي هو عاملها خلاص اهو، وعملها خلاص، وتيجي على القالب تختار اي قالب من القوالب اللي موجوده، ماشي، وتبدا تكبر اهو الكلام. بص بقى يبدا يقول لك ماشي، طيب انا شايل كله، لا لسه بياخد وقت، عم ايه عم ياخد الايه الكتابه، نيجي هنا وندي له الكتابه دي. بص بقى، بص بقى يا باشا، الموضوع سهل وبسيط سواء على الموبايل او على الكمبيوتر، انا مش عارف حضرتك ليه قلقان. نقفل قبل النور ما يقطع، شكرا للجميع. انا تقريبا كل فيديوهاتي اللي بعملها الفتره الاخيره بيحصل فيها نفس الحركه، بس انا ما عنديش وقت غير ان انا انزل الفيديو ده، النور بيقطع عندنا كتير جدا، ولكن احنا مكملين، شكرا للجميع.